هلاي جايز، اليوم هنلعب لعبة عبارة عن الغاز. طبعا اذكر واحد بعرفه كان مشغول فراح جبت ابو شعلي غطي عنه. بديش العب. شو هذا؟ لا ادري. زي تحدي. اوه يا الهي. واو يا الهي، ما هذا؟ زي تحدي، زي بتحدانا نهرب صح؟ هيك الفكرة؟ يعني ايه في حدا فتح الباب حط المفتاح. انت نفس الاشي؟ ايوه ايش؟ listen to your partner. اوكي، فالطريقة الوحيدة نحكي مع ابو شعلة هلأ عن طريق الوك توكي جوا اللعبة. الو اخوي سامع؟ انني اسمعك. ليه بتحكي فصحى؟ بحس هيك جو الوك توكي. طيب يلا. اوه اوكي، فهو هلا مو سامعني. ابو شعلي وينك؟ بعرفش، انا جوا مستنقع يا زلمه، بقول لي انتراكت مع باب اشي. ايش في جنبك؟ بواب. اوه انا كمان. اسمع، ضليتني ماشي دغري في باب فتحته. انا كمان. طب في بواب كثير، نفوت من هذا ولا نفوت من باب تاني؟ استنى، انا عندي مكتوب off our parts. في عندي مثلث ومربع بس على شكل معين ومربع. يا خيي ما فيش مكتوب اشي على الحيط كلمات. اوه هيو انا كمان. شو؟ مكتوب على الحيط we are the sum. انا مكتوب عندي off our parts. يا حبيبي. اوه عندي فكرة. ايش بدي اعرف شو الشكل المكتوب عندك. الشكل شو؟ مش في الحيط الثاني في شكل؟ على الباب مش بالحيط. ولك اللي ورا، الحيط اللي ورا. محول مش فاهم. مش قبل شوي قلت لي في مثلث ومعين وابصر شو التخبيص هذا؟ هدول على باب، هدول موجودين فوق باب. جوا بعض؟ لا مش جوا بعض، لازم اعملهم روتيت زي احجي. طيب اسمع، روح عندهم. هيني عندهم. جرب دويرة مثلث ونجمة. المشكلة ما عنديش دويرة بالأول. والله مشكلة يا جماعة، مش عارفين. طب خلينا نستنى شوي، بدي أجرب من اليمين للشمال. فتح 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 فتح. أوه. فتح الباب. فتح الباب عندي، يسعد دينك يا زلمة. كنت عارف انك ذكي. طب هلا شو في اشياء ضنط عندها؟ بقول لك كنت عارف انك زفت الطين. طيب ماشي شكرا. عفوا. اسمع، انا وصلت عند ايد بكبسها بعمل بول. فيها جنزير. فيها شو؟ جنزير زي بتفتح بوابة او بتسكر بوابة. انا كمان. في وحش. وين؟ لما فتحت البوابة طلع وحش هرب، بعدين رجع سكر الباب. استنى اجرب اعملها عندي. اسمع، انا ما عندي وحش، انا حكولي انه لازم اركض عشان الحق الباب بس. sprint by holding the button. اوكي. هاي تعديتها. اوكي ثواني، هاي اللي تعديها. صاحبي انا عندي لغز. عندك لغز؟ شو اللغز؟ في اشكال مثلث ونجمه هيو عندي اللغز. دائره، بعدين خماسي، بعدين دايموند. خماسي ايش؟ بقول لك دائره، بعدين خماسي، بعدين دايموند. زبط. طب شو انا شو اسوي هسه؟ جرب هذا الشكل اللي بكون. استنى شو هو الشكل هذا؟ زي مربع من فوق لحيف وتحت ناصح. شو هذا اخوي؟ يعني اوكي عرفته. جهاز شعار البرق وفي شعار سيمي سيركل. فتح يسعد دينك يا زلمه، بس بحب حالي. صار عندي نار. اوكي حول. هيني برو. لا مستحيل.
اخوي اول اقسم بالله اشتقت لك، اقسم بالله اشتقت الايام اللي كنا نقضيها مع بعض حبيبي والله. وانا يعني كيف نكسر هذا الباب؟ بدي احضرك. اسمع اسمع، طلع طلع لي طلع لي. نار، حركاتك نار. ايه لسه شايفين بعض برو؟ شكله المسيرة حتكون للأبد هيك نشوف بعض. شكله. اسمع تعال 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 اسمع. اسمع لازم أنا وياك نكبسها مع بعض. عيني كبسها يلا. زبط زبط زبط. Let's go let's go let's go. ايش صار؟ انت عندك مشي ولا لسه ورا؟ مش عارف شو وضع المكان يا زلمة. مشي اوكي. هيني هيني وراك، هيني وراك ليه نزلت؟ وينك؟ شايف. اسمع مش قادر اوصل خلاص. سلام 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 اخو، راح اشتاق لك كثير حبيب القلب. إذا فتحت الباب أنا. الباب عندي هذا مسكر. في في هون شكله لغز. شو هذا؟ أوووه. إيه أعطيتك مفتاح. شو حكيت الشبكة ما كانت ظابطة؟ بقول لك شو، بعثت لك إشي بالصحن. اسمع أنت بعثت لي مفتاحك كأنه. مفتاحي أنا؟ رجع لي إياه. اسمع حاعطيك مفتاحي خذه. طب شو استفدت؟ شو لونه مفتاحك؟ لونه اخضر. ما هو بابي لونه اخضر. اوه هي فتت هي فتت. شو كل هذا؟ الله اكبر. انت علي اذا فاهم صدق. يا زلمه اسمع مو فاهم، مش فاهم شو لازم اعمل يا زلمه. في اشي برا عندك صح زي الالغاز؟ يا زلمه هذا موجود عندي جوا. معلم في مفتاح احمر شكله. معلم انا عندي شو اسمه الف اشي. هيو هيو شايف المفتاح الاحمر. انا المربع انت بتقدر تحركه، الدوائر انا بحركهم. يس بيبي. طب يلا حركني يا اخوي. يلا بدي احرك. دخل التاج تبعك على اليمين. هسا الدرع اللي تحت طلعه فوق. يا جماعه ابو شعري ذكي كثير والله. اوكي حرك الدرع نزله لتحت. ودي الدرع تبعك. ايوه ايوه اديله. طوينا الكهرباء يا معلم. اخذت اشي دائره مكتوب عليها خمسه، في ورق عليها اسهم عندي، سهم فوق. ايوه احكي لي احكي لي. ايوه ايوه احكي لي ايش فوق فوق. بعدين ايش؟ بعدين في سهم جاي اللي هو شو بسموه جنوب غربي. اوكي اوكي دون. اللي بعده شمال شرقي. ليه بتحكي ليه قاعد تحكي كأنها خريطة يا زلمة؟ السهم اللي بعده تحت يمين. فتح فتح فتح. يس اوكي. فتح الباب. ايش المفروض اجيك هلا؟ نو لا او ماي جاد. لا لا حضن حضن حضن. لا تعال اقول لك تعال اقول لك حلها. اسمع تعال هون وطلع هيك حتلاقي كلمة بوش. اكبس اعمل بوش. مشيت بس بس. ايوه بقوة الصداقة احنا غدها. ايوه معي واحدة معي واحدة عليها خمسة، هاي نفس اللي انت خدتها. طب شو يعني شو هذا؟ والله ماني والله ماني ذاري.
طبعا مو هي معنا شو اسمه مفتاح مفتاح في هون كمان مفتاح. اسمع انا بقول لك عندي فكره. قول لي. اتوقع انه على الجهه الثانيه في الحل. تعال اطلع معي في فوق طلع هناك شايف كيف نروح على الجهه الثانيه بوش يمكن. اوه يا اخي مبسوط اني اجتمعت معك والله والله وانا بالاكثر اخوي. استنى شوي احنا رجعنا هون على مكاني صح؟ صحيح. ايش هاي؟ ايش هذا اللي هون؟ تعال تعال هون في فوق اشي. هاي في كمان وحده عليها رقم 2. اوه اي اخذته. انت معك وحده وانا معي وحده وانت معك معي 5 و2. انا معي واحد. انا معي مفتاح ما استخدمته لسه مفتاح لونه احمر. في باب عليه قفل. هاي هون في. ايوه هذا هو. ايوه عشان كذا تحصل الثاني. هلا نقدر نروح؟ مستحيل مستحيل كمية المغامرة. اوه نزلنا مكان جديد ولغز جديد. طب يلا يلا لف. وين بتلف انت؟ ايش اللي صار؟ ليه ما بزبط؟ ليه ما في؟ هيو هيو هيو. طب ايش عم نأثر على العالم هسه احنا؟ مش عارف شو تغير؟ مش عارف بدور قاعد. في هون كمان مفتاح مفروض. معقول لفينا غلط؟ الله اوه استنى شوي شو هون في مسنن هون لازم نركبه. اوه اسمع لقيت شغلات لقيت شغلات. استنى انت وين انت وين؟ طلع لقيت درج. اوه هيو 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 تعال شوف شو لقيت يا زلمه. جيتك يا زلمه شو هذا؟ كبسات. اوه بدي اروح اغششك. يلا يلا روح روح روح. ايوه كفو عليك يلا. اوه جوا في مسنن. ما هو المسنن هو هذا اللي احنا بنلف على الفاضي قاعدين عشان مش موجود. طب يلا يا سيد العزيز يلا قول لي. هاي حتلف كمان شوي. استنى خليها تلف بعدين بنقلك يا رب. صدفه كلهم صدف. كلهم صدف. استنى هسه برجع بنقلك. استنى لك استنى. اسمع صدفه مثلثه طويله زي البرج. حبة برتقان. صدفة فاتحة مفتحة. صدفة عادية. قهوة راح. يا زلمة يا زلمة يا زلمة يا زلمة ايش صدفة زي البرج شو هاي؟ يا الله اسمع انا شايف. اسمع فهمت ايش. اسمع انا عندي فوق على الزاوية في اشي بلف تاني غيرهم زي بيكون له شكل غير. بدي ارجع اشوف اللغز عشان افهم واعرف افهم. انا بدي اجي بدي اجي اشوف عندك صراحة. بالضبط. هسه شغلنا عكس لوكيشن بحسك انه فهمه بعض ممكن. نورت والله نورت البلاد. حياك حياك حبيبي حبيبي حبيبي. هلا 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 ورحب هلا ورحب تفضل. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. شو هذا اللؤلؤ؟ ايش اللؤلؤ؟ ايش القهوه؟ طيب ايش هسه؟ اتوقع كل ما تلف بتفوز بوحده. طب الصدف اللي بيجي فيها لؤلؤ عرفتها؟ ايش على البرج المثلث؟ فتحت فتحت صار في ضوين من اربعه. اوكي اوكي قول لي كمان نفسها تاعت اللؤلؤ. اللؤلؤ قهوه قهوه. لا استنى لؤلؤ ولا صدفه اللؤلؤ؟ لا ركز. قهوه. القهوه ايش؟ اللي ورق الشجر. اللؤلؤة ايش؟ لؤلؤة الخرية. اوكي اوكي ضل ضول. القهوة لؤلؤة. اوكي اخر واحدة اخر واحدة اخر واحدة. اللؤلؤة خرية. هي احلى خرية لعيونه. هسا المفروض الامور تمام. اجل عندك؟ وين اخوي؟ أيوة مفتاح ورقم 4 ومسنن صحيح. تعال تعال هاي بدي افتح الباب هذا المفروض. طبعا انا خليت الف كل هاللفه تاعت المفتاح. انا مش عارف انه هذا ناسي انك انت بالغرفه اللي ورا. بس الف. تعال تعال يلا
بدنا نحط المسنن اللي تحت اللي هو هون المفروض كيف بدي احط هيو شو هذا مش هون هذا هون في كمان مسنن كمان واحد يا حبيبي في بقدر افتح هاد مفروض ايه كمان لغز وش ضح في احمر وازرق عندك لايت استنى شوي ولعها ولعتها هيهم تعال شوف ايش فيلم فيلم هي الارقام والله انا فاهم عيب علي اذا فاهم اشي يا زلمه رجال تعال شوف هون بنحط فيهم الدوائر فهمت طب يلا ثلاثة هون بس ما بحس على الأرقام على الترتيب ما بحس هيك بلا هاي اثنين هاي أربعة هاي خمسة أوكي طب خلينا نشوف واحد أول شيء هاي واحد Prisoner Extraction Protocol أوكي مين شو ها صاعقة شو هاد غريب يا زلمة واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاث تفهم هي حاجة؟ أنا والله ما فاهم كأنه تحكي مع هندي قاعد واحد ثلاثة هذول كبسات كأنهم لازم تلبسهم وينهم؟ استنى خلينا ندور عليهم هايهم كبستهم بعدين لازم تكبسهم بالترتيب في هون كمان صبوب شو هاد؟ مش عارف يا زلمة اسمع جرب شغل الصبوب أنا بس بنزل هاي الهول صار في كهرباء بس شغلتها استنى شوي جد؟ هاي صارت تطلع دخنة نهدية وين؟ من هون طلع دخنة نهدية اوكي احنا بنلاقي نشتغل بالترتيب يعني ترتيبهم غلط هدول والله رد علي اقول لك ليه؟ تعال شوف تعال هذيك الدوائر بالضبط هذا اللي بقول لك عليه وين كانت بايغو؟ ايوه هيهم هون استنى شو هذا؟ انا حاس انه اصدم اشي في هالكلام الله اكبر ايه هذا توبز يا زلمة احا توبز هون شو جاي يسوي هون؟ ليكون هو اخترع اللعبة هو توبز خمسة يا زلمة مش فاهم انا مو فاهم لو اعتبرنا انه هذا الشكل برضو مش فاهم استنى خليني اشوف هالشغله بس استنى بدي اسجل اسمع والله هي صح استنى ترتيبه صح والله تعال والله ترتيبه صح 100% تعال شو هيني عندك اول شيء بتشغل مفتاح شغلنا اوكي بعدين بيطلع كهرباء طلع كهرباء طلع واحد اثنين ثلاث ايوه بتخبسهم بعدين بطلع دخان زهري زي ما طلع معنا عادي ترتيب صح طيب نزل الاحمر شغل الاحمر مع بعض الثنتين بعدين بلف العجل بعدين بصير هذا اصفر لما يصير اصفر بتنزل الازرق وبتشغل التيرن تعال اسمع خلينا نجرب نحن زي ما هو حكى اشغل ايوه هي شغاله واحد اثنين ثلاثة يلا اكبس الاحمر اكبس الاحمر واحد اثنين ثلاثة يلا شو صار معك؟ هاي بنزل فيها اشتغل عجل ايش هلا نزل روح شغل الصبوب هذا تاكد اللي ورا صار اصفر يلا اسمع هسه نزل ازرق ونزل شغل التيرن ونزل الجنزير هاي بدي انزل الجنزير نزلت الجنزير شغل التيرن يلا شغلته نزل اسانسير ولك شو انا بنفهم ولك حاسس علي ذكي يما وش ده هاي مفتاح وش ده هاي مفتاح ليه انت كل مفتاح انت معي مفتاح اخضر واصفر ليش معيش مفتاح واحد في ايد شو الايد هاي
شكلها هي يد المساعدة. اسمع هيو شو هذا؟ اسمع برا تذكر الأشكال المربعة اللي حكيت لي عنه أول شيء. آه صح صورتهم. أيوة الثلاثة هون والأربعة هون والخمسة هون والستة فوق. يا المفتاح المثلث. واو المفتاح المثلث اللي هو اول شيء كان. طب ايش هون في سنة شوي؟ طيب خلينا نحاول نجرب نرجع لان بجزء هي محطوطه بالعمدة عشان انت تضل هون مثلا او احد يبعث. مش فاهم ليه لا حد يضل، يعني ما في شيء بيلزم الواحد يضل. باي باي. انجاز عظيم ما تطلع عليها بشعر بالفخر. اه والله يا الهي. طبعا هون رجع هاي رجع اللقاء. لا تركني لحالي. في طريق مشي. لا لا ليش جعتي يا الله. تعال من الطريق هاي ما ارزلك يا زلمة. خلينا نروح هناك في قطار ثاني. هي تروح بدوني ولا لا؟ لا لا عيب عليك على الفاضي. معكش مفتاح عشان هيك. وهاي الباب تعال هيو. واو سؤالتها يعني المفتاح هو استخدام واحد صح؟ لا كيف ترجع تاخده؟ بالعجل. بالعجل؟ شو عجل؟ اسمع هاي اخذت المسنن. هاي المسنن بس مش قادر اشوف والمقبره. ايه مش قادر اشوف يا زلمه. استنى في باب بقدر افتحه. تعال مش قادر اشوف يا زلمه. استنى اخذته منك. كيف شايف انت؟ شايف من الجنب. وحش. انزل دغري خش يمين. لا لا مش ايوه شوفني شمال. ايوه شوف الاولايك ما حطيته. صحيح. تعلف العجل يلا. اتوقع السايد الثاني. هلا بلش يصير اشي. ايش صار؟ انا نشوف شو اللي بتحرك. اه هذا عم بيطلع هذا الاشي. طب يلا طلعه. يلا كمل. ما صعد شكله. بجوز. هاي. اوه. لا يا زلم ليه انت هيك؟ ايش هسا؟ ليه دخلت بدوني؟ حشرت. اسمع نزلك تحت. في اشي هون في كبسة اكبسها. اسمع مش عارف مش حصحك بس كبسة حمراء. هتنزلني اسمه للموت. تواثق بالموضوع هاد؟ نعم صدق. يلا واحدة ثلاثة. طيب بعدين ايه ايش باي وين موديني؟ جهنم. رجعنا الفصلة. والله شكله وهاد. ايه سكر علي بوابة. ايه صار عندك اشي؟ البوابة سكرت عليك برضه. شفت؟ طب بعدين ايش اسوي حالي؟ اروح ازرع يعني؟ مش عارف في عندي لغز. طب ليه يعني تركوني لحالي زي هيك يا شباب؟ ليش تركوني لحالي؟ وانا لحالي على فكرة يعني. ايه اسمع قاعد بيطلع عندي كل شيء. المنصة كلها تطلع لفوق قاعدة. كل شيء؟ قاعد تطلع لفوق. انا محشور بغرفة وقدامي لغز. فيات النورث وويست وساوث. والله غريب يا اخي زي كذا في اسانسير ولا مش عارف شكلي حموت ولا شيء. والله بطلت تطلع. الدرج اللي فوق اللي كان يطلع لفوق اللي كان يودي للحيط صار يودي لنفق. اوف مغامرات كبير ما في نهايه للمغامرات. صحيح. واو
جماعة إذا بدكم كمان أجزاء اكتبوا في التعليق، إذا ما بدكم برضو اكتبوا في التعليق عشان ما نرجع نقلب هاللعبة. إلا متعبة للدماغ صراحة. ولا لا أبو شعلة؟ هاي الأشياء إيزي علي معلم. ماشي يا سيدي، يلا جايز شوفكم على الفيديو الجاي. باي.